وما رأيكم، يقول يا شيخ حفظكم الله، في الوعظ عند الدفن؟ هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لسبب، وهو أنهم ما كانوا أنهوا حفر القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة فوعظ أصحابه حتى ينتهي إعداد القبر. أما في غير ذلك فكان إذا جاءوا والقبر قد انتهي منه وأعد فإنهم يشرعون في دفن الميت والوقوف على قبره بعد دفنه والدعاء له بالمغفرة وسؤال التثبيت له، هذا هو السنة. نعم.